يا مساء الخير على احلى جمهور الاهلي. انا نهاوند سري وليا الشرف وسعيده جدا بانضمامي لقناه الاهلي في ثوبها الجديد بفريق عمل محترف، جمهور ضخم، نادي عظيم اللي كلنا بننتمي ليه وانا شخصيا بنتمي ليه ابدا عن جد. الحقيقه خليني اقول لحضراتكم يعني ان احنا هنكون معاكم كل يوم من الحد للاربع في برنامج 10 الصبح في الاهلي. البرنامج ده مش بس رياضي، خليني برضو اكون صريحه، بس قبل ما نخش في كل التفاصيل دي خليني ارحب بزميلي العزيز جدا كريم كوجكس. يا صباح الخير، بكره ان شاء الله عندنا هوا اول يوم في الوقت الراهن. مساء الخير والجمال عليكي وعلى طبعا كل مشاهدينا في كل مكان في العالم، كل جماهير وكل عشاء وكل محبي نادي القرن، النادي العريق. شرف كبير جدا 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 الحقيقه ان احنا يعني نقدر نظهر لحضراتكم من خلال شاشه قناه النادي الأهلي بعد تطويرها، وإن شاء الله التطوير هيتواكب كل التواكب وهيتلائم تماما مع توقعات كل الناس اللي بتحب النادي الأهلي. إن شاء الله لما تتابعوا قناة النادي الأهلي هتشوفوا من خلال كل برامجها كل حاجة ممكن تخطر لكم على بال. طيب تعالي نعرف الناس ولو من على الوش كده شوية تفاصيل عن برنامجنا. أولا قبل ما نبدأ بتفاصيل البرنامج عايزين نقول لحضراتكم إن بجد الفترة اللي فاتت كانت فترة صعبة علينا، بس كنا حابين كل يوم كنا بنيجي، كل يوم كنا بنشتغل، يعني فريق عمل ضخم جدا. عايز أقول لحضراتكم فيه احترافية علشان نطلع إن إحنا نكون بهذا الشكل اللي حضراتكم شايفين وهذا الثوب الجديد اللي كلنا بنفتخر بيه كأهلاوية. البرنامج بتاعنا زي ما كنت بقول لحضراتكم هيكون من الحد للأربع من الساعة 10 للساعة 12. برضو زي ما نوهنا هو مش بس رياضي، إحنا هنتكلم في رياضة طبعا بشكل كبير، ولكن إحنا عايزين نتكلم كمان في كل شيء بيخص وبيهم الأسرة المصرية. هنتكلم في قضايا اجتماعية، كمان في حاجة احنا عايزين نتكلم على الهاشتاج اللي احنا من خلاله هنعبر عن اللي انتوا عايزيننا نتكلم فيه. دي نقطه مهمه جدا، يمكن بكره لو تابعتونا في الحلقه هنعرفكم اكتر عن الهاشتاج. يعني ان شاء الله كل يوم من الحد للاربع حضراتكم مش مطلوب منكم مشكورين غير ان انتوا تتابعونا، وان شاء الله ستجدوا ما يسركم بل واكتر بكتير. زي ما نهاوند كانت بتقول لكم البرنامج هو بطبيعه الحال برنامج صباحي، ميعاده من 10 ل 12 الظهر كل يوم من الحد للاربع. هيكون برنامج صباحي بالمعنى الكلاسيكي للبرامج الصباحيه، ولكن بطبيعه الحال لن يخلو الامر من تاتش رياضي تحديدا كروي، ان شاء الله تستمتعوا معانا بيه. هنتكلم كمان عن فقره، احنا قعدنا طبعا في الفتره اللي فاتت نحاول ان احنا نعمل كده يعني برين ستورم، او نحاول ان احنا نعصر دماغنا ونشوف الافكار الجديده ايه اللي احنا عايزين نقدمه يختلف عن اي برنامج صباحي تاني كان موجود على الساحه. فاحنا حبينا نضيف بعض الفقرات، خليني اقول لحضراتكم من بعض الفقرات دي فقره النوستالجيا. طب ده انا مستنيها الفقره دي، عايز اقول خلينا نعرف منك بقى يا كريم اكتر عنك. النوستالجيا بيخيل لي ان في ناس كتير ممكن تكون زي حالاتي وبتهيألي زي حالات نهاوند، احنا بنحب ساعات كتير جدا نرجع بالذاكره لورا. فاحنا ان شاء الله هنرجع بالذاكره معاكم في كل حلقه من حلقات البرنامج ونعيش سوا حاله من النوستالجيا الرياضيه، واكيد هنستعرض لكم من خلالها صور وفيديوهات واحداث ومباريات وانتصارات النادي الأهلي. الحقيقة يعني لما بنقول كلمة تاريخ ما فيهاش أي مبالغة بأي حال من الأحوال، تاريخ مضيء ومنير ومليان بانتصارات ومليان بلحظات مهمة جدا. إن شاء الله ربنا يقدرنا إن احنا نرجع يعني إيه نرجع لها مرة تانية معاكم من خلال فقرة نوستالجيا كل يوم من حلقات البرنامج. خليني اقول لحضراتكم دلوقتي زي ما احنا شايفين احنا حاليا بنمثل او وصلنا ان احنا نبقى ترند على تويتر، حاجه عظيمه جدا، وعلى فكره احنا كنا متوقعين ده. نقدر نقول بدايه زي الفل. بنتكلم عن قناه النادي الاهلي طبعا. نادي القرن رقم واحد في كل شيء زي ما احنا كنا بنتكلم، فشيء مشرف جدا، وحقيقي الواحد بيكون سعيد كمان ان هو يعني تعب واجتهد وشغل كان كتير جدا من كل يعني القناه بكل من اصغر واحد لاكبر واحد، حقيقي كان بيشتغل شغل كبير جدا. فعلشان نرجع نقول تاني الصوره اللي تليق بقناه الاهلي واكيد النادي الاهلي واكيد جمهور النادي الاهلي. ان شاء الله ان شاء الله تكونوا مرضيين كل الرضا وتابعونا يوميا كل يوم من الاحد للاربع من الساعه 10 للساعه 12 الظهر، وزي ما قلت لكم ان شاء الله ستجدوا ما يسركم. طيب احنا حابين ان احنا دلوقتي برضو نعرف حضراتكم على البرامج المختلفة. احنا هنروح لكورنيش النيل، هيكون معانا هناك برنامج ملك وكتابة، وهنروح تحديدا للأستاذ إبراهيم المنيسي وعدلي القيعي للاستوديو هناك ونعرف اكتر عن برنامجهم. خليكم